تنفيذ اول ما تعهدت به هو طرح نقطه في السويس. النهارده بنمثلها. صباح الخير استاذ محمد، وبشكر حضرتك على الحضور الى مقر هيئة قناة السويس في الإسماعيلية. السيد رئيس مجلس الوزراء متوقع أن يصل بعد قليل، ومعه حوالي 8 وزراء معنيين بهذا المشروع الذي أعتبره أهم المشروعات القومية، ليس فقط التي تطرحها هذه الحكومة، ولكن الحكومات التي تعاقبت على مصر خلال الفترة الأخيرة. زي ما ذكرت حضرتك، كنا قد وعدنا منذ فترة بالتركيز ليس فقط على حل الأزمات العاجلة التي تعاني منها البلاد، ولكن وضع رؤية متوسطة وبعيدة المدى للحكومة المقبلة، ومن ثم تكون هذه المرحلة ليس فقط مرحلة انتقالية، ولكن أيضا مرحلة تأسيسية. المشروع اليوم اللي هو مشروع تنمية قناة السويس، في تقديري لو نفذ بالشكل المناسب سيخلق فرص عمل هائلة، سيسهم ليس فقط في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظات القناة الثلاث وأيضا شمال وجنوب سيناء، ولكن على الصعيد السياسي يعطي رسالة هامة على المستوى الإقليمي والدولي بأن مصر دولة آمنة، مصر أصبحت أكثر استقرارا، ومصر لا زالت هي الدولة المحورية في المنطقة. وضع الشعب المصري أمانه وحماسه كبير جدا على هذا المشروع كأول مشروع تنمية الحكومة في مصر. نقدر نقول الشارع إمتى هيلمس أهم إيجابيات هذا المشروع؟ هو متوقع بعد طرح كراسة الشروط والاستقرار على المكاتب الاستشارية أن يبدأ التنفيذ الفعلي بنهاية العام الجاري نوفمبر ديسمبر 2014، على أن ينتهي العمل فقليا في غضون 3 سنوات، أي عام 2017. طبعا خلال مراحل المشروع سيتم خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إنشاء مناطق صناعية، إنشاء مناطق لوجستية بهدف إعادة التصدير سواء للداخل أو الخارج. والمغزى أو الهدف ليس فقط الاقتصادي ولكن السياسي للمشروع هو التركيز على هذه المنطقة الاستراتيجية للدولة المصرية، محافظات القناة الثلاث، ربط الوادي الضيق بسيناء، ومن ثم أيضا الإسهام في تنمية سيناء التي أهملت لفترة طويلة سواء شمال أو جنوب سيناء، ومن ثم يتم أيضا محاربة الإرهاب ليس فقط بالعمل الأمني أو العسكري، ولكن من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. شكرا.